بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ في البداية أحب أعرفكم عن نفسي، معاكم إيمان محمد العبور، طالب الطب من كلية ابن سينا. جدا شغوفة بالموضوع اللي راح أقدم لكم إياه ومتحمسة له، وجدا سعيدة بعدد الحضور وسرعة التسجيل. يعني في خلال أقل من ساعة الحمد لله اكتمل الحضور. في البداية الموضوع جدا حقنا سهل، وعلى قد ما هو جدا سهل إلا أنه هو جدا مهم. فيلا بسم الله نبدأ. في البداية نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله نبدأ. اليوم التوبيك حقنا حيتكلم عن الأنيميا والسي بي سي. في البداية أحب أعرف الأنيميا تعريف بسيط. الأنيميا هو عبارة عن نقص في الهيموجلوبين، وهذا النقص البسيط في الهيموجلوبين يعني جدا منتشر في الوطن العربي، تقريبا بنسبة 24%، وللأسف أغلبهم بيكونوا في الأطفال اللي قبل المدرسة البري سكول. فنقص واحدة نسبة هيموجلوبين بتأثر على الآي كيو حقهم بنسبة 10%، وهو موضوع جدا مهم. تاني حاجة السي بي سي، اختبار فحص الدم الكامل. طبعا هذا بيستخدم يعني أقل حاجة مطلوبة من البيشن من المريض عشان نقدر نقيم الحالة الصحية العامة حقته، وبيساعدنا في الكشف عن مجموعة كبيرة جدا من الاضطرابات. طيب دحين حنبدأ. هذه عبارة يعني زي الخريطة حقتنا اللي حتوجهنا كيف احنا راح نبدأ. تمام، واضح، حلو. فهذه عبارة زي الخريطة حقتنا اللي احنا بإذن الله راح نمشي عليها. في البداية حنبدأ introduction خفيفة عن البلاد وبعض المصطلحات اللي بتساعدنا في فهم المحاضرة. بعد كده حنتكلم عن أنواع الأنيميا، أما الفقرة الأخيرة وهي السي بي سي، وهي حتكون أصلا متضمنة خلال الشرح يعني، وحتشاركوني فيها وحنحس فيها إن إحنا دكاترة إن إحنا كيف تقرأ السي بي سي مع بعض. أنا حاطة لكم كيس ريبورت حقيقي وحنحله مع بعض. فيلا بسم الله. أول حاجة اللي بنعرف تعريف بسيط جدا للبلد. البلد بيتكون من حاجتين. البلد بيتكون من حاجتين، ألا وهي البلازما واصل. تمام، كم نسبة البلازما وكم نسبة السل؟ يعني احنا السل هي المسؤولة ان احنا البلازما تشكل نسبة 90 من البلازما عبارة عن واتر، والباقي بلازما بروتين. اما السيلز فاحنا عندنا وايت بلاد سيل، ريد بلاد سيل، وبلاتلت. فالخلايا هي اللي بتساعد على دمنا انه يكون شوية فيه فيسكوسيتي. البلازما هي اللي بتعطي الدم انه هو يعطيه سائل. فاحنا الدم حقنا لا نقدر نقول عليه اذا هو زي المويه مره ولا هو زي العسل، هو ما بين الاثنين. طب يلا تعالوا مع بعض نروح على الفانكشن حقت البلد. اول حاجه للترانسبورت، احنا عارفين انه الدم طبعا كلنا بينقل لنا الاكسجين والنيوترينز للانسجه، وبيشيل منها الوست برودكت، وبيشيل منها ثاني اكسيد الكربون. الديفنس في حاجتين في الدم بالضبط هي بتساعدنا على الديفنس، اللي هي الوايت بلاد سيل والانتيبادي. المصطلحين هذول ابغاكم تركزوا معايا فيهم، جدا بسيطين وجدا حلوين. هوميوستيزيس، وهي تغششنا كانها بيت، هوميوستيزيس وهيميوستيزيس. وهذا ان شاء الله التوبيك حق بكره باذن الله. اليوم هوميوستيزيس، يعني ايش هوميوستيزيس؟ هوم من منزل. احنا لما نجلس في البيت لازم البيت حقنا يعني يكون نظيف ومرتب، الريحه حلوه زي كذا، عشان احنا نقدر نقوم بالوظائف حقنا. ففيني اعرف الهوميوستيزيس انه هو البيئه حقه الجسم، احطها في الوضع الامثل حتى الجسم يقوم بالوظائف اللي عليه. يعني مثلا البي اتش اخليه عند 7.4 نورمال رينج، درجه الحراره اخليها عند 37، يعني اخلي اضبط الاوزماتيك بريشر لا يكون يعني مره كثير عندنا السوائل، كل حاجه اضبطها بحيث الجسم يقدر يقوم بالوظائف اللي عليها. فالمفهوم الشامل هو هوميوستيزيس. تمام، الهيميوستيزيس اعرف لكم اياها دحين، هو بارت من الهوميوستيزيس. تمام، فالهوميوستيزيس مفهوم شامل انه انا اضبط الجسم بحيث جسمي يقدر يقوم بالوظائف اللي عليه. طب ايش الموضوع حق بكره هذا الهيميوستيزيس ده اللي حطيت لكم عليه بالاصفر؟ هيميو حرفيا معنى هيميو حديد، ولكن احنا دائما هيميو خلاص نقول عنها بلاد. ليش؟ لانه النس اكثر من 70% من الهيم اللي هو الحديد في جسمنا موجود في الهيموجلوبين الموجود في الدم.
فخلاص احنا صرنا مجازا نطلق على هيميوستاسيس اللي هو يعني بلد، وستاسيس معناها ستوبج اوف بلد، انه احنا نوقف النزيف او نوقف الدم. متى احنا حنبدا نسوي تجلطات؟ لما نجرح وزي كذا. ماني حابه احرق موضوع بكره فحخليه على جنب، ولكن هذه كمقدمه بسيطه. طيب يلا دحين ننتقل لا الهيموغلوبين. زي ما عرفت لكم في البداية، الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين في الدم موجود داخل الخلايا الدم الحمراء. الهيموغلوبين أشرح لكم إياه ستراكشر في البداية. طبعاً أنا ليش بركز على أهمية أشرح لكم الهيموغلوبين؟ لأنه نقصه هو اللي يؤدي إلى أنيميا، وهو موضوعنا اليوم. وين الهيموغلوبين؟ هنا، بسم الله. شوفوا الهيموغلوبين هنا هو عبارة، أنا حأشر بالأحمر. طيب الهيم زي ما قلنا الهيمو هو عبارة عن الحديد، وبيكون في حالة الفيروس ستيت، يعني في حالة موجب اثنين، تمام؟ وحواليه البروتوبورفرين والجلوبيولين، يعني هيموغلوبين. الجلوبيولين هو عبارة عن 2 ألفا و 2 بيتا. الحديد ذرة الحديد الواحدة تكون قادرة على أنه هي ترتبط بالأكسجين، ذرة واحدة الأكسجين. الهيموغلوبين اللي في جسمنا، تمام، بيتكون من 4 ذرات من الهيم و4 ذرات من الجلوبيولين. فإحنا الجلوبيولين الواحدة في جسمنا هي قادرة على الارتباط بأربع ذرات من الأكسجين. طيب نيجي نقرأ التعريف اللي أنا حطيت لكم إياه هنا عن الهيموغلوبين. الهيموغلوبين، أيوة، الهيموغلوبين هو الموليكيولز اللي بيتكون من 4 سبستنس، اللي هم ايش؟ الهيم بارت، وهو كان حواليه ايش؟ الايرون ان ذا فيروس ستيت، وحواليه بروتوبورفين. وبعدين عندنا الجلوبيولين الفا وبيتا زي ما شرحناها. الهيموغلوبين متكون من 4 هيم و 4 جلوبيولين. طبعا الهيموغلوبين عباره عن نوعين، ادلت هيموغلوبين هو اللي عندنا دحين، والفيتال هيموغلوبين اللي هو اللي عند الاطفال. ايش الفرق بيننا وبين حق الاطفال؟ احنا متفقين مع ايش؟ مع الاطفال في الالفا شين، في الالفا جلوبيولين، بنختلف في البيتا. احنا عندنا بيتا، هم عندهم جلوبيولين، تمام. الهيموغلوبين يلا نراجعه سريع، بيتكون من ايش؟ هيم عباره عن ايرون ان ذا فيروس ستيت، حلو. الجلوبيولين عندنا الفا وبيتا، البيتا حقتنا احنا الادل، ولا احنا عندنا الفا وبيتا، والصغار كمان عندهم الفا، ولكن هم كمان عندهم ايش؟ جاما، تمام، حلو. انتقل السلايد اللي بعدها. الانيميا، انا مره بحب اشبه ال شو اسمه الجلوبيولين، الهيموغلوبين بالأصح. هل الصوت واضح؟ بتأكد، تمام، حلو. أنا مرة بحب تشبيه إنه الهيموغلوبين كأنه أشبهه بالسيارة. ليش؟ لأنه هو اللي بيشيل الأكسجين. فإحنا لما يكون عندنا أنيميا، إحنا بنكون بنعاني من زي ضيق في التنفس، المريض بيكون وجهه شاحب وإلى آخره. فلو اكسجين كاري كاباسيتي، يعني الهيموغلوبين مو موجود انه هو يجي يحمل الاكسجين ويوصل لي اياه للانسجه، due to شو اسمه reduction in the concentration of hemoglobin. طيب دليل نسبه الى قله الهيموغلوبين في جسم الانسان. طب على اي اساس انا اقول انه انت عندك نقص في الهيموغلوبين؟ على نسبه الى ثلاث اشياء: الايج والسكس والانفايرمنت. فمثلا الايج، بنلاقي احنا النيو بورن مثلا الهيموغلوبين طبيعي انه يكون عندهم 15، واذا كان اقل من ذلك اعتبر الطفل هذا عنده انيميا. طب 15 يعتبر كثير في النورمال ادلت، ليش؟ لانه البيبي لما بيكون صغير بيكون هو معتمد يعني من بعد الله تعالى على البلاسينتا، انه هي اللي توصل له الاكسجين. فهو كردة فعل منه جسم الطفل بيروح يطلع سيارات كثير، يقول روح جيبوا لي هيموغلوبين، روح جيبوا لي هيموغلوبين يحمل لي اكسجين، ابغى اتنفس، ويروح يرسل كمية سعرات كثير، هيموغلوبين كثير. فطبيعي الفيتال يكون الهيموغلوبين حقه 15، تمام؟ السكس، الميل دائما بيكون الهيموغلوبين عندهم أعلى من الفيميل، لأسباب كثيرة، منها هرمونية، ومنها كمان لأنه الفيميل تعرض للمستروس بيريود يعني شهريا، وبحسب الانفايرمنت. فإحنا متى نطلق على هذا الشخص إنه هو عنده أنيميا؟ على حسب الإيج والسكس والانفايرمنت، وكمان على حسب الجنس. مثلا الميل اذا انت كنت اقل من 13.5 فيعتبر انفايرمنت، اذا كانت الفيميل اقل من 11.5 حنقول انه هي ايش؟ عندها انيميا. البيبي اذا كان اقل من 15% حنقول انه هو ايش؟ عنده انيميا، تمام؟ حلو.
دحين ننتقل للأشياء اللي بتساعدني أحدد الأنيميا. أول حاجة الهيموغلوبين، قلنا الهيموغلوبين على طول أنيميا. بعد كده الأشياء الباقية هتساعدنا نحدد إيش نوع الأنيميا، تمام؟ الهيماتوكريت والآر بي سي إنديسيس. يعني إيش هيماتوكريت؟ إحنا أول شيء عرفنا الهيموغلوبين، دحين حننتقل للهيماتوكريت. الهيماتوكريت هو نسبة الآر بي سي للدم، يعني أنا قديش عندي آر بي سي في الدم، لأن الآر بي سي هي اللي بتحمل الهيموغلوبين، تمام؟ فحرفياً يعني لما أقول أنيميا، لما أقول فقر الدم، هو عبارة عن نقص في الهيموغلوبين ونقص في الآر بي سي، ولكن أنا بركز أكثر على نقص في الهيموغلوبين. فالهيماتوكريت أنت حتلاقي دحين وإحنا نسوي نقرأ السي بي سي، إحنا ما بنركز عليه كثير، إحنا بنركز على قراءة الهيموغلوبين، تمام؟ تقرأ السلايد اللي بعدها الآر بي سي إنديكس، تمام؟ دحين إحنا عندنا، أنا أحب أشبه الكرة الدم الحمراء بينها كورة. الكورة هذه إما تكون يعني كبيرة أو صغيرة أو وسط، على أساس تكون كبيرة، على أساس تكون صغيرة، أو على أساس تكون وسط، على حسب كمية الهيموغلوبين اللي فيها. فاللي بيقيس لي كمية المين سيل هيموغلوبين، متوسط الهيموغلوبين داخل الخلية، بنرمز له بالمين سيل هيموغلوبين MCVMCH، measurement the average of the weight of hemoglobin in the individual erythrocyte. الإريثروسايت اللي هي الRBC كرات الدم الحمراء. النورمال رينج بيكون من 28 ل 34، ولكني قلت لكم يا انسوا هذا المقياس مو جدا مهم. نروح للمقياس اللي بعده اللي هو المين سيل فوليوم، مقياس الخليه في الكره الدمويه الحمراء كامله كلها بالهيموجلوبين بغير الهيموجلوبين كم مقياسها. هذا لازم نحفظه مع بعض. النورمال رينج من 80 الى 100. ليش جالس اقول لكم مره مهم وان ذا الكلام هاي اكيد هذا مهم كذا؟ ليه؟ لأنه هو من 80 إلى 100. إذا كان أقل من 80 حسميها مايكروسيتيك، يعني صغيرة. إذا كانت من 80 إلى 100 يعني في النورمال رينج بنسميها نورموسيتيك. إذا كانت كبيرة أكثر من 100، أكثر من 100 حنسميها ماكروسيتيك، تمام؟ حلو؟ وصلتكم الفكرة؟ سمعيني؟ واضح؟ تمام حلو. طيب ريد سيل ديستريبيوشن، هذا الار دي دبليو احب ارسم لكم اياه برسمه. الار دي دبليو هو يساعدنا في المقياس، عشان يعني لما نيجي انواع انيميا نوعين، حيخلينا نفرق بين انيميا الثلاسيميا البحر المتوسط وبين الأنيميا اللي هي ناتجة عن نقص الحديد. فالآر دي دبليو بس بيساعدني في هذول الحاجتين في الغالب. الآر دي دبليو يعني كيف أشرح لكم إياه؟ هو عبارة يعني أنا دحين عندي ريد بلاد سيل هذه كلها، إذا كانوا كلهم بنفس الحجم حقول إنه الآر دي دبليو قليلة، مو مرة مختلفين عن بعض، بيشبهوا بعض. طب لو كانت الآر دي دبليو يعني واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وواحدة متوسطة وكذا مختلفين عن بعض، حقول هذه الحالة عندي الآر دي دبليو عالي، تمام؟ إذا نراجع إيش RBCs indices، أول حاجة المين سيل هيموغلوبين هو متوسط الهيموغلوبين داخل كرة الدم الحمراء. ثاني حاجة وهو اللي جدا مهم وحنمشي عليه اللي هو المين سيل فوليوم، متوسط كرة الدم الحمراء كلها كم؟ المتوسط من 80 إلى 100 فيمتوليتر. إذا أقل كانت أقل من 80 نسميها مايكروسيتيك، مايكروسيتيك. وإذا كانت أكثر من 80 إلى 100 في النورمال رينج حنقولها نورموسيتيك، وإذا كانت أكثر من 100 حنقول ماكروسيتيك. حلو حلو. إذا نحن عندنا RDW عرفنا إيش هي؟ مدى تباين أو تشابههم من بعض. مرة متشابهين RDW قليلة، مو متشابهين مختلفين مرة نقول RDW عالية. طيب يلا ننتقل للسلايد اللي بعدها. هذا الجدول يعني أنا حطيته، يعني أنتم ما حتحفظوه طبعاً كله، بس إنه خلينا نقرأه مع بعض علشان بعد كده نقدر نمشي في المحاضرة. الهيموغلوبين قلنا الفيميل إذا كانت أقل من 11.5 حنقول عندك أنيميا، والميل إذا كانت أقل 13.5 حنقول عندك أنيميا. الهيماتوكريت إيش هو؟ مين يذكرني؟ عبارة عن إيش كان؟ افتح المايكات وتقدر تجاوب معايا. نسبة الآر بي سي في الدم. برافو عليك، يعطيك العافية. الار بي سيز طبعا الكرات الدم الحمراء هي عبارة بتكون في طبيعة في جسم الإنسان. هذا في فرق بين الهيماتوكريت في الار بي سيز. الكرات الدم الحمراء طبيعي بتكون من 4 إلى 6 مليون، تمام؟
الام سي في هو متوسط كريات الدم الحمراء قلنا من 80 الى 100 عند الميل والفيميل. الام سي اتش اللي هو حق الهيموجلوبين. الريتيكولوسايت هشرح لكم اياه خلال المحاضره ان شاء الله. الباقي ما حنحتاجه في المحاضره ان شاء الله في المحاضرات الجايه. ننتقل الانيميا حنقسمها على حسب الشكل مورفولوجيكال المهم تمام اما مايكروسيتيك نورموسيتيك او مايكروسيتيك. المايكروسيتيك حتكون اقل من كم؟ يلا اقل من اقل من 80 اقل من 80 برافو. والنورموسيتيك بين 80% برافو. والمايكروسيتيك اعلى من 100 برافو عليكم اعلى من 100 حلو. نبدأ بأول نوع وهو المايكروسيتيك واللي زي ما قلنا هو أنيميا with the MCV less than 80 وهو هذا أكثر نوع منتشر أو أكثر نوع من درج تحت أنواع أنيميا كثيرة. Most common cause of anemia is due to decrease production of hemoglobin. إحنا قلنا ليش هي مايكروسيتيك ليش هي صغيرة لأنه هي الهيموجلوبين فيها قليل decrease production of hemoglobin ما فيها هيموجلوبين كثير طبيعي إن هي تكون صغيرة. طيب المايكروسيتيك انيميا يندرج تحت اربع انواع انيميا. اول نوع ايرون ديفيشنسي انيميا انيميا نتيجه نقص الحديد حلو. ثاني نوع انيميا امراض المزمنه دائما بتلاقي المريض اللي عنده كانسر او زي كده الغالب انه بتلاقي عنده كمان انيميا. طب ليه حنعرف ان شاء الله خلال المحاضره. سيدروبلاستيك انيميا والثلاسيميا هذه الرسمه حتفهمكم اياها مره تمام. أنا راح أشر باللون البيربل غير ما تمام. أول نوع قلنا الأيرون ديفيشينسي أنيميا. طيب ليش الأيرون ديفيشينسي أنيميا لما يقل عندي الأيرون بيقل عندي الحديد بيقل عندي بيصير عندي أنيميا. أنا أقول لكم ليه. تتذكروا لما كنا نتكلم عن الاستركشر حق الهيموجلوبين قلنا عبارة عن هو عبارة عن هيم وجلوبيولين والهيم عبارة عن حديد في إن ذا فيروس ستيت وحواليه بروتوبورفين صح. فأنا دحين ما عندي حديد فبالتالي ما حيصير عندي هيم فبالتالي ما حيصير عندي هيموجلوبين فبالتالي حيصير عندي انيميا due to iron deficiency. حلو حلو. طيب الحالة الثانية انيميا of the chronic disease وهي عبارة عن انه انا بيكون عندي حديد ولكن ما بقدر استخدمه. ليه ترى ان شاء الله حنتعرف عليها برضو خلال المحاضرة. هو ان انا موجود عندي الحديد بس انا ماني قادر استخدم ماني قادر اصنع هيم فبالتالي الهيم قليل وبالتالي الهيموجلوبين قليل. طيب السيدروبلاستيك انيميا الحديد طلع منها قالها انا مالي دخل انا موجود ايش المشكله. طيب لقاها في صاحبه البروتوبورفين البروتوبورفين قليل فبالتالي الهيم حيقل فبالتالي الهيموجلوبين حيقل تمام. طيب الثلاسيميا الهيم كله طلع منها قال هنا انا الحديد كويس والبروتوبورفين كويس انا مالي دخل مين المشكله فيه. الجلوبين الجلوبيولين فيه مشكلة في ديكريز في البرودكشن حق الجلوبيولين فبالتالي ترتب عندي ثلاسيميا. حنبدأ ندرس كل واحدة بالتفصيل. إذا راجع وراجع بسيطة ايرون ديفيشينسي أنيميا قلل الحديد فقلل الهيم فقلل الهيموجلوبين فصار عندي أنيميا. الأنيميا of the chronic disease لا والله أنا عندي حديد بس ماني قادر أستخدمه فبالتالي الهيموجلوبين قل فماني قادر أصنع هيم فقلل الهيموجلوبين. ثاني حالة سيدروبلاستيك أنيميا أنا ما عندي بروتوبورفين فماني قادر أكون هيم فما في هيموجلوبين. ثلاسيميا هي ما له دخل الجلوبيولين السبب ما هو جالس ينتج جلوبيولين فيصير عندي ثلاسيميا. طيب دحين أباكم تتخيلوا مثلا أحد عنده جاء أنيميا إيش تتوقع الأعراض اللي تكون عنده. دائما تحسوا الناس لما أقول لكم هذا عنده أنيميا إيش الأعراض اللي دائما بتكون مصاحبة. يكون عنده بيل في السكن. عنده إيه؟ يكون بيل يعني شاحب. يا بيكون شاحب بيكون وجهه أصفر برافو صح. بالنسبة لرزان كانت تقول إيش هو البروتوبورفين. أوكي رزان إحنا شرحناها هنا قلنا الهيم بيتكون معلش عذرا متى أشرح لها. الهيم عبارة عن حديد in the ferrous state حواليه بروتوبورفين هذا structure. هذا كده structure بيتكون الهيمو هيموغلوبين عبارة عن هيم in the ferrous state حواليه بروتوبورفين هذا البروتوبورفين. سيدروبلاستيك انيميا انا ما بيكون عندي بروتوبورفين. وصلت يا رزان؟ تمام يعطيك العافيه برافو. مين كتب شورتنس اوف بريثنج صح برافو صح 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 بيكون عنده مشكله في التنفس لان الهيموجلوبين هو اللي بيوصل الاكسجين برافو
وبيكون بيل وبيكون إيش أطرافه باردة. برافو برافو. طيب أنا حقول لكم حاجات يعني هي غريبة بس عطول هذه عطول أول ما أحد يقول لي يا خلاص أنت عندك أنيميا. حلو. وين السليدات؟ طيب يلا شوفوا الأشياء الثانية سيمتمز اللي حقول لكم إياها بيكيا، وهي عبارة إنه هو يحب يأكل أشياء غريبة زي مثلاً التلج، يحب يأكل كذا يشتهي الطين، ما يعني كذا أشياء غريبة. ثاني حاجة تيجي طالع في أظافره تلاقيها سبوني شيب نيلز، يعني تحس أظافره كأنها زي المعلقة كذا زي ما أنتم شايفين بالصورة. وحاجة جداً رير إنه هو بيكون يواجه هذه يعني سندروم، يعني أنا كنت بحذفها لأنه هي جداً رير تلاقيها، ولكن برضو جداً دايغنوستيك لما تشوفوها. هو بتلاقيه بيواجه صعوبة في البلع فاسمها بيومير بيشن سندروم. طيب مين يتفرج فيلم فلسطيني العظيم؟ عشان بحتاج أشرح لكم عليه بعض المصطلحات حتى لو بس أنا هحاول أربط لكم، اللي ما تفرج لا يقلق يعني إن شاء الله هشرح لكم إياه. طيب هنعتبر الآيرون هو شخصية محمد هنيدي في فيلم فلسطيني العظيم. يعني كيف؟ هو عبارة عن شخصية بتسافر وبتروح الصين. الحين ما حد حيروح الصين طبعا، وضع كورونا هي السبب. اوكي فاحنا عندنا حيكون هو رايح الصين، هو محتاج مرشد سياحي معاه، ما بيعرف الصين فلازم يكون معاه مرشد سياحي. فالايرون كذلك بيدخل الجسم، هو بيكون هذه الشخصية، هذه الشخصية زي اسمه محمد هنيدي، يدخل الصين ما بيدخل لوحده، لازم يرتبط مع مرشد سياحي الترانسفيرين اللي هي لي. تمام؟ فالايرون بيرتبط مع الترانسفيرين. ليش لازم يرتبط الايرون مع الترانسفيرين؟ لان الايرون لو كان موجود في الجسم لحاله راح يسبب لي فري راديكال وراح يسبب لي مشاكل كثير، فانا لازم اربطه حاجه فبمسكه بالترانسفيرين. فالايرون على طول بيرتبط بالترانسفيرين، فهو الترانسفيرين كل ما يقل يعني يشوف المخزون عنده قليل انا ما عندي حديد، يروح يطلع المرشد السياحي على المطار يمسك يعني احد داخل عشان يمسك يعني من جاي من السفر عشان يرشده. تمام؟ ف ترانسفيرين بيزيد لما ما يكون انا عندي ايرون، بيروح يدور. تمام؟ وفيه مصطلح ثاني، خليني اروح السلايد اللي بعدها احسن. اهم شيء وصلتكم الفكره ايش هو الايرون وايش هو الترانسفيرين ولازم يكون مع بعض دائما بايندينج. تمام حلو. طيب الايرون ديفيشنسي انيميا، في بعض الاشياء اللي هي احنا لازم نعرف ايش معناها. اول حاجه السيروم ايرون، هو مقياس انه الايرون في الدم. طيب انتوا دحين حددوا، طب خلاص احنا بنقيس الايرون في الدم، اذا الدم الايرون الحديد كان قليل في الدم خلاص انت عندك ايرون ديفيشنسي انيميا. وانتهينا. للاسف انه تحليل الدم يعني الايرون لوحده كده غالي، ففي الغالب الاطباء بيضطروا ان هم يستخدموا تحليل ثاني، فاحنا مضطرين ان احنا نعرف ايش هي المصطلحات الباقيه. توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، وهو عباره عن مقياس للترانسفيرين اللي هي المرشدة السياحيه، قديش في مرشدات سياحيين في الدم، قديش كم واحده قادره ان هي تمسك ايرون. فالتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي هو انا قديش عندي ناس مرشدين سياحيين، يعني قديش عندي ترانسفيرين. اما الساتوريشن هي نسبة ارتباط الترانسفيرين بباوندينج تو ذا ايرون ان ذا بلد، وهي نسبة 33% ان ذا نورمال. ليش انا قلت عليها انه هي نسبة 33% في النورمال رينج؟ شوفوا انا مثلا لو عندي 100 حبة ترانسفيرين، تمام؟ اكيد من بين كل 3 حبات، من بين كل 3 حبات عندي واحدة مرتبطة بذرة حديد، من بين كل 3 حبات في عندي واحدة مرتبطة بحديد. فأنا أجي أقيس نسبة الحديد للترانسفيرين حلاقيها يعني أنا من مثلا الثلث لكل 3 حبات، من بين كل 3 حبات الترانسفيرين أنا عندي واحدة هتكون إيش؟ حديد، مرتبطة فيها حديد. فعشان كده إحنا نقول 33% هي نسبة الساتوريشن، يعني قد إيش في آيرون مرتبط بالترانسفيرين. حلو؟ دحين نروح للمصطلح الأخير وهو في أحد؟ نعم
أيوة. لا الترانسفيرين هو الترانسبورت والفيرتين هو المخزن. برافو يا ألا السيد، برافو. طيب اللي فتح المايك معلش قفله. اوكي السيرم فيرتين هو المخزن، هو الستورد. انا قد ايش في جسمي انا مخزنه ايرون بحيث لو احتجت على طول اطلع، وهو في غالب الستورج في الماكروفاج في الليفر. تمام حلو. اذا نراجع سيرم ايرون اقيس نسبه الحديد في دمي. حلو طب خلاص اكتفينا فيه. لا للاسف التحليل هذا غالي، انا محتاج اعرف اشياء ثانيه. توتال ايرون بايندينج كاباسيتي للترانسفيرين والساتوريشن. تمام تقل لا اللاب فايندينج. طيب هذه هي صوره البلاد فيل، بس احنا في الغالب يعني فينا نكتشف الايرون ديفيشينسي انيميا نقص الحديد من غير ما احنا محتاجين ابدا شو اسمه، من غير ما نحتاج البلاد فيل هذا. ولكن يعني خلينا نشرح لكم. هو بيكون زي بنسل شيب يعني شكلها، او بيكون فيها زي تري دروب زي الدموع، فيها مايكروستيك طبعا هي اول نوع من انواع المايكروستيك، وبتكون هايبوكروماتيك. صح ليش احنا بنقول مايكروستيك دائما هايبوكروماتيك؟ هايبو يعني قليل وكروماتيك لون، اللون قليل. ليش اللون قليل؟ لانه فيه هيموجلوبين قليل، فبتلاقي دائما لونها فاتح زي كذا، فهي حتكون مايكروستيك هايبوكروماتيك انيميا. طيب الار دي دبليو تتذكروا ايش هو الار دي دبليو؟ قديش هما بيشبهوا بعض او ما بيشبهوا بعض؟ صح شوفوا كيف هنا عندي شيء صغير نقاط، وفي حاجه كبيره، وفي حاجه وسط، وفي حاجه غامقه، وفي كذا مره مختلفين عن بعض. فالار دي دبليو لما يكون عالي هذا يعطيني هنس انه هي ايش؟ انيميا نتيجه نقص الحديد. صح حلو. الفراتين مخزن الحديد، بقول لكم انا عندي انيميا نتيجه نقص الحديد، حيكون المخزن ايش عندي؟ فاضي. توها قاعده الفراتين عكس التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هو ايش كان للترانسفيرين مش للاستحيين. يعني انا لما اشوف المخزن عندي عالي حطلع احد يروح يجيب لي؟ لا خلاص انا عندي ليش اطلع. فلما الفراتين يكون كثير فحيكون التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي عاليه، اطلع ترانسفيرين كثير روح دوروا لي على ايرون روحوا. تمام فدائما هذول الاثنين عكس بعض. تمام او السيرم ايرون اكيد حيكون عندي قليل، ونسبه الساتوريشن بالطبيعي حيكون قليل لانه ما في ترانسفيرين ولكن ما هو مرتبط بايرون. وصلت الفكره دكاتره؟ حلو حلو. يلا ابغى دكتور او دكتوره يشاركوا معايا عشان احنا دحين هنتعامل معامله الدكاتره، هنشوف سي بي سي ونحلله مع بعض. مين يشارك معايا؟ يلا يلا حغششكم يعني، يلا تعالوا بس شاركوا. افتحوا الفويس وشيلوا الميوت وشاركوا معايا. ابا احد يقرا معايا التحليل؟ يا جماعه ما احد يشارك معايا؟ احل لوحدي؟ طيب دكاتره خلاص انا اشارك. ايش اسمك يا قمر؟ رزان. اهلا يا رزان. يلا تعالي نشوف البيشن اللي عندنا ايش يعاني. يلا طبعا اول حاجه اول ما نشوف السي بي سي نقرا هي ايش اسمها؟ شاهد. هذا ايش يعطيني دليل على انها ايش؟ فيميل صح؟ ايه رزان. اوكي هنا فيميل. ايوه متى انا اقول متى اقول عن الفيميل انه هي عندها شو اسمه انيميا؟ لما يكون اقل من 15 ولا كان 11 اقل من 11 ونص. برافو. طيب عمرها 15 سنه. اوكي يعني هذه انه هي ادلت يعني الفكره. طيب اول حاجه شاهد شوفي انا شو مغششاك كذا على جنب. اول حاجه نطلع عليها الهيموجلوبين. شايفين الهيموجلوبين حقها كم؟ هيموجلوبين 8.1. ايش رايك فيه؟ نازل قليل less than normal. اذا على طول نشخصها انه هي ايش عندها؟ انيميا. لا 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 ما لا شوفوا الهيموجلوبين يحدد لي عندها انيميا ولا ما عندها انيميا. الام سي في هو اللي يحدد لي اذا هي كانت مايكرو ولا نورموسيتك.
ولا ماكرو. تمام. فالام سي في هو اللي يحدد لي. اما هنا من كلمه هيموغلوبين انا بس كده قلت كلمه انيميا. نشوف يلا دحين الام سي في. يلا الام سي في كم الام سي في؟ 56. ايش رايك فيه؟ مايكروسيتك ولا نورموسيتك ولا مايكروسيتك؟ مايكروسيتك. برافو برافو عليك يا دكتوره. اذا مايكروسيتك حلو. مايكروسيتك احنا اخذناها اربع انواع صح؟ ايرون ديفيشنسي انيميا، انيميا ديو تو كرونيك ديزيز، ومن هذا الكلام. المهم تعال نقرا تحت خلاص. احنا اول اهم شيء نشوف الهيموجلوبين والام سي بي. الباقي الاشياء اللي نحتاجها غالبا في حالات الامراض الثانيه يعني زي الليمفوما وهذه الاشياء، فعشان كذا انا ما راح اتطرق لها. اما في حاله الانيميا بس يكفينا الهيموجلوبين والام سي بي والهنس اللي تحت اللي دائما بحطوه اللي هو بيقول لك السيرم فيراتينين. فيراتين ايش هو الفيراتين يا رزان؟ ايوه ايوه رزان. كنا كملنا ايش وصلنا من التشخيص هذا؟ انه هو من الام سي في وصلنا انه هو مايكروسيتك، ومن كلمه الهيموجلوبين وصلنا انه هو انيميا صح. طيب يلا كنت بسالك وهنا وقفنا الفيراتين ايش هو الفيراتين؟ مخزن الايرون صح. بالضبط برافو. قد ايش في ايرون في الدم؟ بالضبط. النورمال رينج بقول لك من 20 الى 250. شوفي هي كم عندها؟ 7 مره قليل. ايوه الفيراتين نازل حلو. طيب السيروم ايرون 33 والنورمال رينج من 65 ل 175. ايش رايك فيها؟ برضو مره قليل. ايرون قليل حلو. طيب التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هو حق الترانسفيرين مره عالي. ايوه هذا لازم يكون عالي. هذا لازم يكون عالي في حاله ايش؟ اذا كانت تشخيصك ايش؟ اذا كان السيروم ايرون قليل. ايوه اذا كان ايش 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 دايجنوست حقك؟ انيميا ديو تو وات؟ ايرون ديفيشنسي. بالضبط ايرون ديفيشنسي انيميا. برافو عليك يا دكتوره رزان جزاك الله خير. اتمنى الكل وصلته. شكرا لك انت يعطيك العافيه. اتمنى الكل وصلته فكره الانيميا ديو تو شو اسمه نقص الحديد، لانه هي جدا منتشره. يعني اذا نتكلم عن الانيميا فاحنا كده خلصنا نص الحالات. اغلبها اكثر من 24% في الوطن العربي بيكون عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام حلو. في اي احد عنده اي سؤال قبل ان تنتقل للنوع الثاني؟ ما احد عنده اسئله. تمام حلو يلا هنتقل. حلو طيب نروح للجزئيه الثانيه وهي انيميا ديو تو كرونيك ديزيز. ليش يعني كفايه الواحد عنده كرونيك ديزيز ليش جالس يجي لي انيميا؟ كرونيك ديزيز زي مثلا انفلاميشن كانسر والى اخر. حفظ الله السامعين. الجسم كوسيله دفاع يعني لما يدخل بكتيريا او يصير عندنا انفلاميشن او الى اخره الجسم يبي يدافع عن نفسه، فيقوم يمنع انه الايرون يوصل الانسجه علشان البكتيريا أو المرض يجوع وما يقدر يتغذى وينمو عذرا ويزيد. تمام. فنبغى نمنع من الوظائف اللي احنا جسمنا بيسويها كوسيلة دفاع اللي هو الليفر. بيطلع واحد على سميه هيب سيدين اسمه. الليفر مو اسمه هيب هيباتيك. تمام. فهيب سيدين بيطلع منه هب من الليفر معناها طالع، وسيدين القاتل. هو قاتل بكتيريا ولكن هو قاتل ماهر. ما يعني مأمون بيروح يقتل بكتيريا نفسها. لا 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 أنا ما حقتلك، أنا حقتلك قتل بطيء. أنا حمنع عنك الآيرون، ما حخليك تنمي، ما حخليك تقدري كذا يعني تكبري في الجسم وتمرضيني، ما بديك القوة. فهو قاتل ماهر هب سيدين. تعالوا نتعرف نقرأ في الدفع بعد. إذا anemia of the chronic disease هي الأنيميا اللي بتكون مصاحبة للchronic inflammation والكانسر. حلو. وmost common type of anemia in hospitalization. دائما المرضى اللي بتلاقيهم في المستشفى هتلاقيهم بيعانوا من هذا النوع من الأنيميا اللي هو anemia due to chronic disease. طيب the chronic disease result in production of fibers. أيوة
الكرونيك ديزيز اول ما انت يصير عندك الكرونيك ديزيز جسمنا بيقوم يسوي وسيله دفاع انه يطلع الهيبسيدين من ايش الليفر تمام. الهيبسيدين بيعمل حاجتين، اول حاجه بيعمل ليميتنج للايرون ترانسفير ترانسفير فروم ذا مايكروفاج تو اريثرويد بيركوشس، يعني هو بيمنع انه الحديد ينتقل عشان يروح يكون لي هيموجلوبين وزي كده، فبيمنع الحديد ينتقل. وبيشتغل كمان شغلة ثانية، في هرمون بيطلع من الكدني اسمه إريثروبوتين، وهو هذا اللي بيساعد في تصنيع كرات الدم الحمراء. فالهيبسيدين بيلعب على عاملين، على عامل الهيموجلوبين وعلى عامل إيش الكرات الدم الحمراء. على عامل الهيموجلوبين عن طريق الميوت يا جماعة، ميوت أوكي، عن طريق الهيبسيدين عن طريق إنه هو يقلل الترانسفيرين حق الايرون فما يقدر يكون هيم فيقلل الهيموجلوبين، وعن طريق الاريثروبويتين انه هو ما يطلع يكون ار بي سي، فيعني هو قطعها من الناحيتين. حلو. طيب ايش اللاب فايندينج في هذه الحاله؟ تعال نتوقعها مع بعض. انا حيكون عندي ايرون هو موجود في الماكروفاج مخزنته، بس ايش ما تبغى تطلعه عشان مين ما تتغذى عليه ال شو اسمه الميكروبز او الانفورميشن عندي. ودائما احنا قلنا عكس الفيريتين ايش التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، التوتال ايرون بايندينج جالسه طالع في الفيريتين، انا عندي مخزن عادي ليش اطلع انا يعني خلاص خليني جالسه فيقل تمام. والسيرم ايرون يعني اللي تلاقيه في الدم اللي هو رايح يغذي انسجه ما في سيرم ايرون حيقول قليله، فبالتالي الساتوريشن برضه حتكون قليله. فزي ما بتلاحظوا الانيميا دي كرونيك ديزيز مره سهله، انه كل حاجه بتكون عندهم قليله، بس حاجه واحده بتكون عندهم المخازن، مخازن يعني كانها مغنياء بس ما مستفيدين من غلاهم حاجه. فوصلتكم الفكرة؟ طيب ايش تتوقعوا بيعالجوا الناس اللي بيكون عندهم كانسر وهذه الأشياء؟ ايش بيديهم علاج؟ يعني فكركم يعطوهم حديد؟ لا طبعا، يعني اسمه يعني انا جسم ما انا بنعطي حديد عشان المرض لا يزيد، ايش يعطوهم؟ ممكن اعيد اللاب فايندينج شيء هفته لا لا احنا ما نبغى نطلع الحديد من المخزن، لو طلع الحديد من المخزن كده راح يتغذى الميكروب او المرض وراح كده يعني يعيش قوته جوا جسمي، يعني امد انه هو يقويني اسمه يعني كده حخليه يضرني. اقول لكم ايش طيبتهم الثروبوتين اللي هو يكون كريات دم حمراء فقط تمام عشان نرفعها. ليه يقول التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ساره تقول اوكي قفل الكاميرا يا بنات قفل الكاميرا تمام. ليه بيقول التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي؟ التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي هو بيستنى على رمز اشاره من الفيريتين، هو بيطالع في الفيريتين لا في كل جهه على الفيريتين بيطالع فيه، انت مليان انا ماني بطالع خلاص انا مقاضي البيت عندي مليان ليش نروح نقضي من برا ليش نجيب ليش نتعب نفسنا. فهو دائما التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ترانسفيرين هذا المرشد السياحي بيطالع موجود عندي شخص خلاص ليش اطلع اروح اجيب. ففهمت الفكره؟ يا ساره العتيبي طيب انا كده حنتقل اذا واضح الكلام عشان انتقل للجزئيه اللي بعدها، فهل واضح؟ حلو تمام اوكي يلا نروح للي بعده اللي هو ايش كنا احنا قلنا المشاكل عندنا عشان ايوه السيدروبلاستيك انيميا. اول شيء اخذنا انيميا نقص الحديد، ثاني حاجه انيميا عندي حديد بس ماني قادر استخدمه كرونيك ديزيز، ثاني حاجه ثالث مرض الحديد ما له دخل. نروح للبروتوبورفين. البروتوبورفين يكون جوا الخلايا حقتنا او بالاصح الخلايا اللي حتطلعني الاريثروسايت اللي هي اسمها اريثروبلاست اللي هي الخليه اللي حتطلع لي كرات دم حمراء، فهي حتكون يعني موجوده حيكون داخلها بروتوبورفين المفروض والايرون يدخل لها. هذه الحاله الايرون بيدخل يعني في ايرون بس البروتوبورفين اصلا نتيجه جين ميتيشن يعني حاجه جينية ما بيكون موجود عندي تصنيع للبروتوبورفين، فبالتالي حديد فيه ولكن ما في تصنيع للهيموجلوبين. اللي فتح المايك يقفله معلش اوكي.
فاللاب فايندينج حلاقيها مايكرو سي صغيره وهاي بكروماتيك انيميا. المخزن حيكون عندي عالي حق الحديد لانه انا مو مشكلتي في الحديد ودائما عكس الفيراتين التاتر ايرون بايندينج كاباسيتي، وحيكون عندي برضو الايرون عالي والساتوريشن عالي، بس انا مشكلتي ماني قادره اصنع هيم، ما عندي بروتوبورفين، انا ما عندي مشكله في الحديد. تمام يلا عشان ننتقل ل كده يعني بعد جزئية الثلاثيمية نقول إحنا خلصنا المايكروستيك أنيميا، خلصنا تقريبا نص المشوار. حلو يلا نروح للمايكروستيك أنيميا. طيب الثلاثيمية توقع لازم أروح نتابلتي كده أيوة. شوف هذه الصورة يعني متعب عليها أنا رسمتها. ايش الفكرة حقتها؟ انه الثلاسيميا هي عبارة عن مشكلة في الجلوبيلين، صح؟ زي ما قلنا في بداية المحاضرة، هيم جلوبين اللي هي ما له دخل في الثلاسيميا، الجلوبيلين المشكلة. طب ايش المشكلة في الجلوبيلين؟ هل الجلوبيلين بيتصنع بس هو يعني مو عاجبني؟ يعني هو بيتصنع ولكن شكله مو حلو مو عاجبني، او انه من الاساس بينتج ولكن قليل قليل؟ لا والله في الثلاسيميا احنا عندنا يعني لانه احنا عندنا مرضين، سكيل سيل اني ديزيز او انيميا والثلاسيميا. الثلاسيميا واللي هي الموضوع حقنا المايكروسيتيك انيميا دحين، هو انا الجلوبيلين ما تصنع عندي من الاساس، مو انا يعني هو تصنع وانا مو عاجبني، لا انا ما عندي جلوبيلين من الاساس. اما السكيل سيل انيميا بعدين حنتطرق لها اخر شيء ان شاء الله، هي اوكي بيتم انتاج الجلوبيلين ولكن بشكل ما بيعجبني، يعني بتحسي الار بي سي كده ما هي حمل انه هي تشيل اكسجين زي كده. تمام فالثلاسيميا عباره عن ديكريز برودكشن، تعالوا نشوف التعريف. ايوه انيميا دو تو ديكريز سينثيسايز اوف ذا جلوبولين شين اند ذا هيموجلوبين، يعني انا ما عندي ديكريز جلوبولين. تمام هو انهيريديت ميوتيشن. طب اوكي في ميزه واحده لهذا المرض قال لك يعني انه هو ايش بيحمينا من الملاريا، اجينست نوع معين من الملاريا اسمه بلازموديوم فيلسبيريوم ملاريا. طب الملاريا بتنقسم الى قسمين، الثلاسيميا ديفايد انتو تو بيزد، حنقسمها قسمين، اما احنا مو قلنا جلوبيلين عندنا مشكله فيه والجلوبيلين كان اما الفا او بيتا، صح؟ فاحنا عندنا ثلاسيميا اما الفا ثلاسيميا او بيتا ثلاسيميا. حلو حلو يلا تعالوا نروح على نوتابيلتي، يعني هذه حتكون فقرتكم ان شاء الله المفضله لما نروح على نوتابيلتي لانه في له شرح. يلا هنا في البداية الهيموغلوبين، أبغى أقول لكم النورمال تايب هيموغلوبين عندنا. الهيموغلوبين إحنا عندنا هيموغلوبين A، هيموغلوبين A2، هيموغلوبين فيتال. الهيموغلوبين A طبيعي بيتكون من زي ما قلت لكم 2 ألفا و 2 بيتا، و A2 2 ألفا و 2 دلتا، والفيتال 2 ألفا و 2 جاما. هيموغلوبين A هو يشكل أكبر نسبة، وهي نسبة شوف هنا بالصورة عندكم أنا مسويتها 95%، وهيموغلوبين A2 نسبة 3% و 2% بس حق الفيتال، هذا للأدلت نورمال أدلت واحد كبير. تمام طيب شوفوا خلينا نروح لا أيوة شوفوا يعني إحنا هنقسمنا الثلاسيميا إما ثلاسيميا المهم الثلاسيميا هي عبارة عن نقص في الجلوبيلين، والجلوبيلين هو عبارة على إما ألفا أو بيتا. تمام حلو تعال نشوف لو كان في مشكلة في ألفا وبعدين تعال نشوف إذا مشكلة في بيتا. أول حاجة أبغى أقول لكم المشكلة في ألفا بتكون ديليشن، يعني الجين كله حطيت عليه إكس، أما بيتا لا بتكون ميوتيشن، فهذا مرة الفارق مهم. إذا في مشكلة في بيتا تكون ميوتيشن طفرة، تمام يعني هو موجود ولكن صار له طفرة، اما المشكله في الفا لا يعني راح ليش. تمام تعال نشوف الالفا ثلاسيميا. خلينا نستخدم لون ايش بني عشان ماني مستخدمه اوكي او لا خلينا نستخدمه كان ازرق. تمام دحين احنا الالفا ثلاسيميا مسؤول عنها اربع جين على الكروموسوم 16، بيكونوا اثنين من الام واثنين من الاب، اثنين من ماما واثنين من بابا. اذا كان اثنين من ماما نورمال ما فيهم اي ديليشن ما فيش واحد محذوف منهم، حنقول هذا نورمال خلاص كله نورمال، اثنين من بابا كويسين اثنين من ماما كويسين. طيب لو كان في واحد من ماما او واحد من بابا مثلا واحد فقط صار له ديليشن، اوكي
حيكون المريض يعني اسمته ما في على راضي، يمكن حتى هو ما يكتشف. طيب تعالوا نروح لو مثلا انا كان عندي 2 جين راحوا. طيب اسمع، 2 جين راحوا حيكون لا هنا في عنده انيما، ما هي الانيما هذه لازم نتفق عليها، 2 جين لا هنا في مشكله أصلاً. ولكن مين اهون من مين؟ يعني بلا اهون من بلا، ايش هو؟ لو كان يعني مثلا واحده من الام واحده من الاب ترانس هذا الشكل، الصوت ميوت يا جماعه تمام. اذا كان واحده من الام واحده من الاب ترانس يعني هذه اهون من انه يكون يعني كانك عقدت واحد من الوالدين ما اخذت منه ولا حاجه، هذه لا هذه صعبه. يعني واحد من هذا واحد من هذا تقصر في عقد واحد هذا كذا ماشي حال، ولكن الاثنين واحد بالمره لا هذه مشكله. السيس بيكون ورث ذان ترانس تمام. اما اذا كان 3 جينات راحوا للاسف حيكون جدا سفير انيما وجدا حيعاني المريض. بينما لو كانوا كل الجينات راحوا ترى هذا البيبي ما حنولد من الاساس، يعني هو حيطلع مولود ميت، وحنسميها هذه الحاله هيدرو فيتاليس. ايوه تمام. يلا عندي سؤال. وش الفرق او ليش السيس اخطر من ترانس؟ لانه ما حتاخذي ولا ايوه بس انت لما ما تاخذي ولا الفه من الام بيختلف غير لما تاخذي ولا الفه من الاب. يعني لازم ناخذ شوي من الام وشوي من الاب، يعني الصراحه بالتفصيل انا ما اعرف بس كذا. ايوه تمام شكرا. يعطيك العافيه. طيب البيتا ثلاسيميا هو عباره عن قلنا ميوتيشن. طيب والبيتا ثلاسيميا اصلا ابسط، يعني بس مديها 2 جين وهذول الاثنين جين على كروموسوم 11، واحد من الام وواحد من الاب. في اشياء بتفق معها في البدايه معاكم، انه مثلا بيتا لما ترسم بهذا الشكل فهي حتكون نورمال، بيتا وفوقها صفر فمعناها انه انا ما عندي ولا بيتا من هذا الشيء، يعني ما هو جالس ينتج لي اياها. بينما لما يكون عليها اشارات موجب يعني انا عندي ديكريس في البرودكشن تبعت البيتا هذه. طيب البيتا الثلاثينية تنقسم الى نوعين، ميجر اند ماينور. الميجر لما تكون يعني الام والابو الاثنين عندهم مشكله، ما عندي واحد عنده نورمال، الاثنين عندهم مشكله، واحد كذا مثلا واحد كذا، فهذه حنسميها هوموزايجوت، يعني من الام ومن الاب وحتكون ديزيز، يعني حيكون هذا الشخص مريض. بينما في حاله انه مثلا واحد كان عندي نورمال والثاني عنده مشكله زي دي او زي دي، حقول اوكي انت عندك ماينر وهيتروزايجوت ويكون واحد من يا الام يا الاب وحتكون صفر، وما حيكون يعني الحاله جدا خطيره. طيب البيتا ثلاثيمة زي ما قلنا بتنقسم الى ماينر وميجر. تعالوا نشوف اذا كانت ميجر يعني الام والاب الاثنين مثلا كده او حتى زائد، يعني الاثنين عندهم مشكله، حيكون البيبي عنده سيفير انيميا وراح يظهر بعد شويه من الولاده. ليش؟ مين يقول لي؟ مين مركز معايا؟ مين يقول لي ليش حيبان بعد اشهر من الولاده مو اول ما ينولد؟ علشان نوع الجلوبين. ايش المنافسه هذه؟ معلش نشوف ادي فرصه الثاني. مين معايا؟ تفضل قول الاجابات، توكم كنتوا تنافسوا. مين اللي كان بيشارك؟ اقول انا ما ادري والله مين كان يشارك، بس شارك انا. تفضلي. لانه يتحول عند الهيموغلوبين من الفيتال للادر، برافو عليك، برافو بالضبط هو هذه. ايوه بالضبط، برافو عليكم. حسيت انا حزت حاجه كده، سويت لكم يوم فقرات اوكي طلعت كلكم عارفين، برافو. عشان يتحول الهيموجلوبين اف، برافو عليكم. اوكي اوكي خلينا نكمل على تبيتي هنا. اوكي ها انت عرفتوها، لانه احنا في البدايه الفيتال بيكون متعود على الهيموجلوبين. ايوه البيبي بيكون متعود على الهيموجلوبين اف اللي هو حق الفيتال تمام. في حاجه بقول لكم اياها ثاني اصلا. دحين احنا بشكل عام جسمنا وين بيروح يصنع الخلايا الدم الحمراء والبيضاء؟ مين يقول لي؟ في البون مارو. في البون مارو، يعني في العظام هنا صح، في البون مارو. هو في البون مارو، في السكال وفي الستيرنم بون، اللي هو اسمه عظمة القص بالعربي. ايوه فهذول الاماكن هو بيتصنع فيها. من رحمة ربنا
انه احنا نتيجه انه احنا لما بنكبر خلاص البون مارو يعني بتكفل معانا خلاص، يعني العظمه بتوصل للحد حقها، فما بنصير احنا نصنع من البون مارو اللي في الاطراف، ونصير نعتمد فقط على في السكال وفي عظمة القص، هو بيصير يصنع لنا تمام، اللي هي العظام اللي بتكون في ال في في ال اسمه جذع الجسم وليس في الأطراف. هذا مرة احنا تربنا لأنه يعني الأطراف ممكن تتقطع، فيعني تتقطع أطرافه وتجي له أنيميا كمان، لا صعبة، فإنه لا، فربنا من رحمته فينا فإنه هو خلاها تتصنع في لما نصير أدل في المنطقة اللي في المنتصف اللي هي السكال وفي ال تستعنا تمام، مو في البون مارو اللي في الجنب، لا في البون مارو اللي في النص تمام. وجسمنا يعني هذه أول معلومة بقول لكم إياها. طيب ثاني معلومة، وصلتكم الفكرة الأولى أول شيء؟ إيه حلو. ثاني حاجة إنه إحنا جسمنا يعني تعرفوا لما بيدخل أحد إمرجنسي كده طوارئ ويكون نازف مرة كتير، أول حاجة يسووله يا ترى يروحوا يسووا ألترا ساوند للسبلين، عارفين ليش؟ لأنه السبلين حوالي 70% طبعاً من الدم حقنا موجود في السيركوليشن تبعتنا، و 30% بيكون متخزن في السبلين، فإحنا لما ننزف جسمنا بيحاول يعوض. مين اللي بيساعدنا في التعويض؟ الكبد والسبلين. فالكبد والسبلين بيشتغلوا مرة زيادة وبيكبروا نتيجة هذا الشغل، وبيروحوا ينزلوا الدم اللي فيهم، فهم لما بيسووا ألترا ساوند للبيشنت وبيلاقوا عنده ان الاسبرين حقه زي فرقع او انه كده خرب، فيعرفوا انه هو هذا البيشنت نزف لاخر قطرة. هذه هي الافكار كنت بقولكم اياها. فاحنا هنا عندنا نتيجة انه البيبي يعني هو بيكون عنده أنيميا وبيكون جالس فيتا الهيموجلوبين ما هو موجود، ما عنده مشكلة في البيتا، والفيتا الهيموجلوبين خلاص راح، فالجسم بيبدأ يسوي إكسترا ميدلري هيماتوبيوسيس، يعني هو بيحاول يبدأ يصنع إيش كرات دم حمراء، وبيكبر عنده هيباتو أندسبرين وميجالي، الكبد والطحال بيتضخم عنده عشان يعوض النقص هذا. فبتلاقوا من الاسكال لما بيسووا لها أشعة وبيشوفوها بيلاقوها كده، يعني عشان إنه هو جالس إيش يعني تشتغل شغل هارد، فبتلاقي كده كأنه زي الشعر تمام. الكي فايندينج في التحليل حق البيتا ثلاسيميا ميجور انه بتلاقي الهيموجلوبين اف عالي، اللي هو حق الفيتا حقه معاه لسه بضله متمسك معاه، بس هو صار ادلت مع ذلك هو لسه متمسك معاه، فالميجور الفيتا بيحاول ايش يسوي يعني يعوض النقص هذا. طب تعالوا نروح للماينور، واحد من الام والابو، أو الابو يعني كويس الجين عنده والثاني هو المشكله، فبهذه الحالة بتكون اسيمتوماتيك، ولما تسوي بلد سيل أكثر حاجة بتساعدك هذه شكل الخلية هذه اسمها تارجت سيل، والكي فايندينج إنه هيموجلوبين A2 هو اللي بيكون مرتفع وليس هيموجلوبين فيتال. هيموجلوبين الفيتال هذا يعني إحنا ما نطلعه إلا المرض الصعب الميجر تمام. وصلتكم الفكرة حقت الثلاسيميا؟ الثلاسيميا هي عبارة عن نقص في الجلوبيرين إما ألفا أو بيتا. ألفا في الغالب بتكون عبارة عن ديليشن، يعني واحد ينحذف تماما، أما بيتا بتكون ميوتيشن. الميوتيشن إما حيكون ميجر أو ماينور، والميجر أكبر كي فاندينج فيه إنه الهيموجلوبين فيتا بيكون عالي، بينما الماينور لا بيكون هيموجلوبين A2 هو العالي تمام. مين دحين حيشارك معايا؟ مين الدكتور أو الدكتورة؟ ألو مين معايا؟ نشارك بإيش؟ على حسب إذا سهل عادي. لا 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 مين معايا بس اسمك؟ أنا نوف. أهلين نوف، يلا شوف. هل الشاشة عندكم واضحة؟ أيوة شوف حلوة. طيب تعالوا نشوف الحالة. يلا يا نوف قولي لي ايش اول حاجة طالع فيها؟ الهيموجلوبين حقها نازل. طب ايوه نوف ايش اسم البيشن اللي عندنا؟ رغد.
حلو، كم عمرها؟ ثلاث سنوات. حلو، ايش تتوقع يعني كذا انت بس رغد عمرها 3 سنوات وبقول لك ان هي عندها اسبرينو ميجالي؟ ايه ايش يعني انت كذا ايش ايش الحاجه اللي اخذنا فيها اسبرينو ميجالي؟ ثلاسيميا. ايوه ثلاسيميا ايش كانت؟ ثلاسيميا بيتا. بيتا ميجر ولا ماينور؟ ميجر. برافو عليك، هو انت تقريبا كذا شخصتي، بس برضو احنا لما نمشي بالستيب عشان اللي مو فاهمين. خلاص شكرا لك يا انا. نعم. يلا مين يكمل معايا؟ نوف لو سمحتي ميور. ايه ميوت. اي حط ميوت انت. طيب وهنا زي ما بتشوفوا عندنا لو سمحتوا حطوا النوت في ازعاج. ميوت لو سمحتوا. منيرة ميوت. طيب خلاص الحين خلينا نكمل الحين. طيب عندنا الهيموغلوبين هنا قليل فهي عندها انيميا. تمام. 8 لانه الفيميل اقل من 11.5 احنا بنعتبر ان هي عندها انيميا. الام سي في اقل من كم احنا بنعتبرها؟ لو سمحتوا حطوا ميوت واحد يشارك معي معلش. اقل من 80 الا. برافو. مين معايا اسمك ايه؟ سيف القحطاني معك. ايوه تمام. الام سي في اقل من 80 نعتبرها ايش؟ مايكرو. مايكروسكوبيك. برافو. طيب تعال نقرا هنا هيموجلوبين الكتروفيليتس ايش اللي لقينا فيها؟ هيموجلوبين ايش عالي؟ الفيتال. طيب هذا دليل على انه ايش التشخيص حقه؟ دليل على انه بيتا ثلاسيميا ميجر. برافو شكرا يا دكتور. بالضبط احنا كل الكي فايندينج موجوده. سبيرين وميجالي عمرها صغير لسه دوبها 3 سنين، فبالتالي الهيموجلوبين اف عندها عالي، الام سي في عندها قليل مايكروسيتيك. الهيموجلوبين لكم اياه انه زياده الهيموسيستين حتكون زايده سواء كان في نقص عندنا في فيتامين بي 12 او في في حاله الفوليك اسيد. فانا اول ما اشوف الهيموسيستين عالي هذا هنس ليا انه ترى مايكروسيتيك انيميا يعني كبيره ميغالو بلاستيك، ولكن ما بتساعدني أنا أفرق بين الفوليك أسيد وبين إيش الفيتامين بي 12. اللي بيساعدني أفرق بين فيتامين بي 12 والفوليك أسيد غير إنه هو تحليل اللي هو فيتامين بي 12 والفوليك أسيد اللي هو الميثالونيك أسيد. فأنا لو شفت الميثالونيك أسيد عالي في هذه الحالة حقول إنه أنا عندي نقص فيتامين بي 12، وإذا ما لقيته عالي حقول هذا اللي فوليك أسيد. فوليك أسيد بيكون الهيموسيستين عالي ولكن الميثالونيك أسيد نورمال. مين الدكتورة اللي حتشارك معنا والدكتور في حل هذه الكيس؟ ترى سهلة وتغشش. دكتورة عفوا. هلا. لو سمحتي كأنه وقفنا عند البارت اللي قبل هذا. الجزء قبل هذا؟ أنا أقول له وقفنا عند الكيس. أوكي نرجع قبله. إذا ما عليك أمر. شكرا. طيب طيب الفيتامين بي 12 الفوليك أسيد لما بيقل بنلاقي السيرم عندنا أقل والهيموسيستين عالي. شوفوا الهيموسيستين هنا في حالة الفوليك أسيد وفي حالة برضو في حالة الفيتامين بي 12 في الحالتين عالي. يعني انا ما حيساعدني الهيموسيستين انه انا اعرف هل هي فيتامين بي 12 ولا فوليك اسيد، هو في الحالتين عالي. تمام. الهيموسيستين اللي بيساعدني اعرف اذا هي اوكي اقول هذه فوليك اسيد او انه هي فيتامين بي 12
الميثيلينيك أسيد. إذا كان الميثيلينيك أسيد طبيعي نورمال فهذا حقول لا أوكي هذه فوليك أسيد ديفيشينسي. بينما إذا كانت الميثيلينيك أسيد قليلة سوري زايدة مرة فحقول لا هنا عندي فيتامين بي 12. تتذكرون من الرسمة هذه شوفوا هو هنا عندنا إحنا فيتامين 12 ما في فبالتالي ردة فعل إنه ما حيتكون لسايكليك إيه فالميثيلينيك أسيد حيتراكم عندي حيصير زايد فالميثيلينيك أسيد حيزيد في حالة إيش فيتامين بي 12 وحيسبب لنا مشاكل كلنا سبوندر كورد يسبب لنا مشاكل في الأعصاب. فعشان كذا أغلب الناس اللي بيكون عندها مشكلة في فيتامين بي 12 بيكون عندها مشكلة في الأعصاب كده. تمام دكاترة إلين هنا وصلنا؟ أي بارت يا هنا عشان أعيده معلش بس أنا مو متأكدة بس أتوقع أنه آخر شيء وقفنا عنده اللاب ديجنوسيس كان أو اللاب فايندك حقت الثلاسيميا يعني ثلاسيميا أيوة النورموسيتك هذه ما أتوقع أنه ما وصلنا لها ما أدري أحد صحح لي ممكن أنا فاتني شيء يعني. طب إيش الدكاترة في الشات صح؟ اوكي حلو عادي عيد ما عندكم مشكله تمام. اللاب فايندينج في الثلاثيمية صح حق الثلاثيمية اوكي حلو انا متقدمه جدا اوكي خلينا نرجع حلينا كيس رغد ماكروسيتك حلينا هذه مع بعض اتذكر ايوه حلينا هذه اي نعم حلينا هذه حليناها صح تمام بالضبط. طيب بعد كذا احنا ما بدينا ماكروسيتك مع بعض اي نعم ما بدينا ما بدينا تمام حلو خلاص نبدأ مع بعض ماكروسيتك الماكروسيتك أنيميا معلش عشان أنا ما بقدر دائما أشوف الشات فدائما إذا في حاجة أحد يحكي معي فويس تمام الماكروسيتك أنيميا تعال نروح نشوف انتبهتي ها تنقسم إلى قسمين الماكروسيتك أنيميا ماكروسيتك أنيميا إما نقول عنها ميغالوبلاستيك أو نان ميغالوبلاستيك طبعا على أساس إحنا قلنا ميغالوبلاستيك أو نان ميغالوبلاستيك ميغالوبلاستيك يعني عندها مشكلة في تصنيع الدي ان اي الدي ان اي ما هو قادر يتصنع عشان يسوي الوظائف اللي عليه طب ايش وظيفة الدي ان اي في الخلايا انه هو يساعدها على الانقسام فان الخلية لما يكون عندها مشكلة في تصنيع الدي ان اي هي ما حتقدر تنقسم فبالتالي الخلية حتضلها كبيرة حتضلها ماكروسيتك كبيرة تمام فطب انا ايش الاشياء اللي بحتاجها عشان اصنع الدي ان اي الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 فانا لو كان عندي نقص في الفوليك اسيد او فيتامين بي 12 ما حي الدي ان اي ما حيسوي وظائفه كويس فحيصير عندي ماكروسيتك خلية عضلها كبيرة ماكروسيتك ميغالوبلاستيك في أسباب تانية بتكون الخلية فيها كبيرة بس مش يعني نتيجة إنه DNA ما عنده المواد حقته الأشياء اللي بيحتاجها أسباب تانية زي الكحوليزم الناس مش الكحول الناس اللي عندها ليفر ديزيز أمراض في الكبد والناس اللي عندها بعض الأدوية بتسبب إنه ماكروسيتك أنيميا حلو يلا ننتقل لا دحين أنا حشرح النورمال بعد كذا حشرح الأبنورمال تمام نورمال لما احنا بناكل فوليك اسيد بيدخل يعني انا شبهت لكم قصة كده طفولية عشان يعني تفهموا الفوليك اسيد طبيعي بيدخل جسمنا على صورة تترا هيدروفليت تترا هيدروفليت هذا بيدخل جسم اول ما يدخل جسم بيروح ندبس الطفل نقول امسك هذا الطفل معه ميثاني جروب تمام ميثاني جروب باللغة العربية ميثاني جروب فتترا هيدروفليت بتضرب تمسك فيه الميثاني جروب ولكن تترا هيدروفليت تقول طب انا داخل اروح اشتغل عند الدي ان اي كيف هشتغل وامسك الطفل الاثنين ما بيمشوا مع بعض فانا بدي اساعد في تصنيع الدي ان اي فايش بقولها شركه الدي ان اي بتقولها اوكي احنا موافقين عليك احنا بدنا ناكل فوليك اسيد احنا بس ما بنقدر نطبط معك طول ما انت معك الطفل هذا ميثاني جروب حاول تخلص منه ففيتامين بي 12 هنا بيدخل يفزع بيروح ايش ياخذ ميثاني جروب وبيروح ايش يحوله لهيموسيستين تمام الميثاني جروب بيحوله لهيموسيستين والهيموسيستين بعد كده النورمال كيس بيتحول لميثاينين حلو بوجود فيتامين بي 12 تمام طب انا صار عندي نقص في الفوليك اسيد وزي كده
أو فيتامين بي 12، في حالة نقص الفيتامين بي 12 أو في حالة نقص الفوليك أسيد يعني ما حد يقدر يمسك الطفل، هو حجس وين؟ حجس في البيت في الهوم، فهوموسيستين حيكون عالي في حالة نقص فيتامين بي 12 وفي حالة الفوليك أسيد، في الحالتين حيكون الهيموسيستين عالي. طيب in the case of the deficiency of the folic acid عذراً، وكمان في حالة الفيتامين بي 12 بالتن حيكون عندي increase في الهيموسيستين. إيش الحاجة اللي هنا الهنس اللي حيساعدني أفرق إذا كان فيه فيتامين بي 12 ناقص ولا الفوليك أسيد؟ هذا الشيء. الحين إحنا لما نأكل فاتي أسيد تتحول لميثاليك ميثاليك كوئي، وبعد كده عن طريق فيتامين بي 12 أوكي عن طريق فيتامين بي 12 تتحول لسايكليك كوئي، تمام؟ فأنا لما ما يكون عندي فيتامين بي 12 حلاقي الميثاليك أسيد الميثاليك أسيد عالي، تمام؟ أو الميثاليك كوئي، تمام؟ فإن the case of deficiency of the methylenic acid حيكون عندي يا عالي، تمام؟ الهيموسيستين اللي فوق حيكون عالي في حالتين، الفيتامين بي 12 وفي حالة الفوليك أسيد. اللي يفرق لي اللهم إذا كانت هي فيتامين بي 12 ولا فوليك أسيد اللي هو الميثاليك أسيد. ما عندي فيتامين بي 12 ميثاليك أسيد حيضل في هذه الصورة وما حيتحول لسايكليك كوئي، حيضل ميثاليك أسيد فعالي، تمام؟ تعالوا يلا نقرأ اللاب فايندينج مع بعض. الماكروسيتك أنيميا هي الأنيميا اللي بيكون الـ MCV حقها أعلى من 100، وهي دائماً بتكون في الغالب فوليك أسيد وفيتامين بي 12، وهذا اللي هو حركز عليه لأنه في الفوليك أسيد وفيتامين بي 12 مهمين لتكوين الـ DNA وتساعد الـ DNA في الانقسام. طيب الفوليك أسيد بيمشي في جسمنا بصورة ميثايلو تترا هيدروفيليت، زي ما قلنا لكم دائماً لازم يربطوا بالميثايل جروب تترا هيدروفيليت. لازم إحنا نسوي ريموفل للميثايل جروب هذه علشان إحنا نشيل الطفل هذا عشان يقدر يشارك في تصنيع الـ DNA. طيب الميثايل جروب بتروح ترانسفير لا فيتامين بي 12. يا ربي يا سالم ميوت لو سمحت. طب ففيتامين بي 12 بيتحول ل بيحول الميثايل جروب هذه ل هيموسيستين، وبعد كده بينتج لنا الميثاينين، هذا في حاله النورمال، تمام؟ طب لو قال عندي الفوليك اسيد او قال عندي فيتامين بي 12 حيصير عندي عدم القدره على تصنيع الدي ان اي، فما حتقدر السل انه هي تنقسم فحتضلها كبيره ماكروسيتيك، فامبيرد في الديفيجن حق الار بي سي فبيصير لها اللارجمنت ليد تو ميغالوبلاستيك انيميا. طيب وممكن هذه حقت النيتروفيلز نقطه يعني مو مهمه، انه غير الار بي سي لو نطالع في النيتروفيلز حنلاقي انه هي هايبر سيجمنتد، ما انقسمت السيجمنت حق النيتروفيلز لانه برضه ما عندها دي ان اي. طب اسباب ثانيه ممكن تسبب لي يكون عندي ماكروسيتيك انيميا، اللي هي الماكروسيتيك انيميا من غير ميغالوبلاستيك انيميا، اللي هي تكون كبيره ولكن مو بسبب ان الدي ان اي مو قادر يقسمها، اسباب ثانيه زي الكحول والليفر ديزيز والدراج الادويه بعض الادويه وامراض الكبد والكحول. طيب تعال نقرا اللاب فايندينج حقت الفوليك اسيد ماكروسيتيك انيميا وهايبر سيجمنت نيتروفيلز، هذه هنس برضه بتساعدنا ثانيه. بنلاقي السيرم لما نجي نشخص الفوليك اسيد قليل، الهيموسيستين عالي، الهيموسيستين عالي في جميع حالات الماكروسيتيك ميغالوبلاستيك، تمام؟ ولكن النورمال لما اول ما نشوف النورمال ميثيلينيك اسيد طبيعي خلاص هادي. اذا الميثيلينيك اسيد عارفين ايش بيسوي؟ بيروح للسباينال كورد اللي هو حق الاعصاب وبيروح ياكله، فبيصير المريض عنده مشاكل في الاعصاب. فبينما لما يكون نورمال في حاله الميثيلينيك اسيد فحيعرف انه هو نقص فيتامين 11 نقص فوليك اسيد، بينما لما يكون عندنا نقص فيتامين بي 12 حلاقي الميثاليك أسيد عالي وسوى إيش؟ ديجنريشن للسباينال كورد، وحيكون عنده مشكلة في الأعصاب، وحيكون الهيموسيستين عالي لأن الهيموسيستين قلنا دائماً عالي في حالات الماكروسيتيك أنيميا. ولما نيجي نسوي تحليل فيتامين بي 12 تحليل سيرم للفيتامين بي 12 حلاقي إيش؟ قليل. حلو؟ إذا نعيد إيش اللاب فايندينج في الفوليك أسيد؟ الهيموسيستين اول ما اصلا كلمه ماكروسيتيك ميغالوبلاستيك على طول حنقول هيموسيستين. النورمال ميثيلينيك اسيد يعني هذه الفوليك اسيد، اذا لقيتها عاليه الميثيلينيك اسيد اذا انت لا فيتامين بي 12. مين الدكتوره او الدكتور اللي حيساعدني في قراءه التشخيص هذا؟ يلا انا حساعدكم، هو سهل. الو أه
السلام عليكم. دكتور مين معانا؟ معك دكتور معيني؟ معي مين؟ سيف سيف أهلا. طيب يلا سيف، البيشن عندنا اسمه محمد، عمره كم؟ 29. حلو، 29 سنة. ايش اول حاجة مطالع فيها؟ بعد البيشن تبغى روحك هيموغلوبين ديكريز، هيموغلوبين. اوكي صح، برافو. يعني عنده ايش اول كلمة اقولها؟ عنده انيميا باختصار اول شيء. ايوه انيميا، تمام. بعد كذا طالع في ايش؟ نشوف الام سي في اللي هو عالي. طيب كم هذا؟ اعلى من كم؟ اعلى من 100، من 80 الى 100 هو اعلى من 100. يعني ايش اقول عنها؟ ماكروسيتيك انيميا. برافو. طيب بعد كذا نطالع في السيرم، فيتامين بي 12 سووا له تحليل لقوه عنده 40، والنورمال انه يكون من 160 ل 920. ايش رايك في فيتامين بي 12؟ هذا ديكريز عنده، فنقول ماكروسيتيك انيميا ديو تو بي 12 ديفيشنسي. برافو صح. وكمان تعزيز ذلك احنا سوينا كمان تحليل للفوليك اسيد لقيناه نورمال 3.9 وهو النورمال من 3.9. طيب عندي سؤال. حلو. ايوه طب عندي سؤال، ايش رايك في الميثيلينيك اسيد؟ ايش حيكون وضعه في حاله الفيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ في حاله البي 12 راح يكون زايد. برافو صح، لانه دائما احفظوها، اي احد يقول لكم احنا عندنا مشكله في الاعصاب يعرف انه هو عنده نقص في فيتامين بي 12. فليش؟ لانه الهيموسيستين عالي، ولما سوري الميثيلينيك اسيد عالي واكل سوى اروجن للسبينال كورد. تمام واضح. حلو تمام حلو، يلا شكرا لك. طيب يلا ننتقل ل الحين، احنا مشينا كثير الصراحه، انا مو حابه خلاص حبيت يعني. طيب النورموسيتيك حننتقل الحين، تعالوا اوريكم اول حاجه كيف الخريطه احنا حقتنا ماشيين. احنا درسنا الماكروسيتيك بانواعها، وماكروسيتيك درسناها اما ميغالوبلاستيك اللي هي نقص في فيتامين فوليك اسيد او نقص في فيتامين بي 12، وثاني نوع اللي هو نن ميغالوبلاستيك زي الكحوليزم والدراجز والليفر ديزيز. تعالوا نروح للنورموسيتيك اللي هي بيكون ان الرينج حقها من كم لكم؟ مين يقول لي يذكرني؟ النورموسيتيك بتكون بين كم وكم النورمال؟ من 80 الى 100. برافو، من 80 الى 100. طب تعالوا نشوف اول حاجه اللي هي الناس اللي بيكون عندهم جي 6 بي دي اللي هو نقص انزيم جليكوز 6 فوسفو دي هيدريت. ايوه يا صح قلتها. تمام، هذول بيكون عندهم نقص في هذا الانزيم. طب ايش وظيفه هذا الانزيم؟ جليكوز 6 فوسفو دي هيدروجينيز ديفيشنسي. ايوه اللي هم الناس المتفولين اللي ما بيقدروا ياكلوا فول. الفول هذا شوفوا زي ما انا شايفه بالصوره هنا عندكم، انه الفول هذا لو اكلوه بيروح للار بي سي وبيسويها هوموليسيس، بيعملها ديستركشن. طب ليش هذا الشيء؟ تعال نشوف G6PD. طب اول شيء ايش اهميه G6PD؟ اهميته ان هو يحافظ لي على الار بي سي. طب هو كيف حيحافظ لي على الخلايا حقتي؟ يحول لي الناد بي اتش لناد بي لناد بي اتش. طب هذه الاتش فرقت. طيب ايش الفايده من الناد بي اتش؟ الناد بي اتش يحول لي الاوكسيدايز جلوتاثيون ل جلوتاثيون ريديوس ريدكتيز. ربي طيب ايش الفايده طيب من الريدكتيز جلوتاثيون هذا ايمان؟ يقول لك هذا جلوتاثيون ريدكتيز بيعمل نيوترلايزيشن للفري راديكال اللي بتدخل جسمنا. دائما فيهم احنا مأكولات بناكلها خاصه الاشياء حقت الفول، لما بناكلها بتدخل جسمنا مو لوحدها، بتدخل معاها فري راديكال. هذه الفري راديكال ما بتكون مستقره في الغالب، فهي بدها تمسك في اي حاجه وتعمل مضاربه معاها، فهي بتكون يعني داخله من الشر، بتقول انا داخله اعمل دامج للار بي سي. فالفري راديكال كده نيتها. فالجلوتاثيونز ربنا خلق لنا اياها والحمد لله في حاله الريديوس. ايوه هذه مهمه، في حاله الريدكتيز سوري، في حاله الريدكتيز. ايوه الريدكتيز جلوتاثيونز بروح يمسك في، اشوف كيف كده يروح يمسك فيها، يمسك في الفري راديكال ويروح يمسكها كده عشان يعمل لها نيوتراليزيشن ويسبب لي يكون لي فري راديكال. ايوه سبب فري راديكال جلوتاثيونز كومبلكس، وهذا الكومبلكس خلاص كده بيسيف لي الار بي سي وما بتتكسر لانه الفري راديكال ما كسرتها، لانه في جلوتاثيونز يحمي لي اياها.
فأنا لما يكون عندي G6PD فبالتالي G6PD هذا حيطلع لي ناد بي اتش، ناد بي اتش حيحافظ لي على ان الجلوتاثيون يكون في حالة الريدكتيز، فبالتالي حيحميني لما يكون في حالة الريدكتيز الجلوتاثيون حيمسك في الفري راديكال وما حيخليها تضر جسمي. حلو، تعال نقرأ الكلام، هل هو واضح يا شباب؟ أنيمي الفوت صح؟ أيوة. طيب خلينا هلا نقرأ الكلام. صح، هي بس تيجي للميل يعني. هي inherited X-linked disease، الفيميل بس بتكون حاملة لها. X-linked disease only male affected، الفيميل بس بتكون حاملة، يعني الأم إذا كانت حاملة جينها بتعطيه لأولادها، بس لو جابت ولد طول ما هي بتجيب أولاد كل الأولاد حيكون عندهم الفول هذا. ترى مو بس ياكلوه، حتى مثلا لو كانوا عايشين في منطقه فيها مزرعه فيها فول ما بيقدروا يعيشوا فيها، هي دائما حيكونوا في عرضه لاتاك من الهوموليسز ودائما حيحتاجوا نقل دم ومره واحده يعني. ف اوكي، والحريم ما في حريم حيكون عندهم هذا الشيء. طيب النقص جي 6 بي دي بيؤدي الى ريدوس البرودكشن حق الناد بي اتش، فبالتالي بيزيد عندنا الأكسيديزيشن جلوتاثيونز. أنا ما أبغى الجلوتاثيونز يصير يكون في صورة أكسيدايز، لأنه لو كان في صورة أكسيدايز ما راح يرتبط في الفري راديكال، لازم يصير يكون في صورة ريدكتيز، يصير يكون في صورة منخفضة عشان يقدر يرتبط بالهذا. Which is make the RBCs لما يكون في صورة أكسيدايز راح يكسر هو نفس الRBCs، حيسبب لي acute hemolytic anemia. فريد the blood cell شو اسمه capacity to protect itself from oxidation. هذه كلها أمثلة على الفري راديكال H2O O2 ماركت ديكريز D2 ديكريز. أيوة، فهذه الأشياء الفري راديكال كلها بتقل لما إحنا بيقل عندنا لما ناد بي اتش يعني بيكون عالي، فبالتالي الجلوتاثيونز بيكون عالي. هنا لا، بيقول لنا إنه القدرة الفري راديكال بتزيد لما يقل عندنا الناد بي اتش، فبالتالي يقل عندنا الجلوتاثيونز اللي في صورة ريدكتيز. حلو، هل واضح الجي 6 بي دي؟ اهم شيء احنا بدنا واضح ولا اي واضح؟ تمام. اذا جي 6 بي دي طلع لنا الناد بي اتش عشان يحول لنا صورة الجلوتاثيونز لصورة ريديوس، فبالتالي تحميلها من الفري راديكال. هذه برضه نرجع لصورة السكيلس الأنيمية، تتذكر الثلاثيمية ايش قلت لكم؟ المشكلة في الألفا ولا في الجلوبيولا في البيتا ايوه دحين احنا عندنا ايوه ايش كان مشكلتنا في الجلوبيولا؟ انه مش موجود اساسا، مش موجود اساسا. طب دحين احنا مشكلتنا في السكيلس الأنيمية ايش بتكون؟ هتكون موجود بس بصورة غير طبيعية. صح، اب نورمال. فاحنا ايوه شكرا. فاحنا في هذه الحاله احنا لما ناخذ ترابليد فيلم لمريض سكلس الانيميا ترى ما حنلاقي سكلس الانيميا المعلوميه، هو بس لما يتعرض لحالات هايبوكسيا او حالات اسيدوسيس، حالات يعني يقول محتاج فيها اكسجين كثير، يعني هذا سكلس الانيميا انسان رقيق كذا تقول انا ما بستحمل الضغط، يعني مريض سكلس الانيميا ما بيستحمل الضغط انه يتعرض لهايبوكسيا وهذه الاشياء، فهذه الحالات هي اللي بتحول فيها لهذا بهذا الشكل. تمام. طب ايش مشكله السكلينج هذا؟ اول شيء تعالى نعرف السكلينج أو السكيلس الأنيميا، هي عبارة عن abnormal production of hemoglobin S، وبيكون هو بيكون normocytic وبيؤدي إلى excessive destruction لل RBC. طيب كيف نكتشفه؟ عن طريق نطلب electrophoresis وحنلاقي الهيموجلوبين S واضح فيها. طب إيش المشكلة بالضبط؟ إنه حنلاقي إنه هيموجلوبين S هذا في كروموس في شو اسمه؟ حنلاقي في مو دحين abnormal hemoglobin بيتا، فحلاقي في sixth position حلاقي عندنا شو اسمه إنه الأمينو أسيد دحين هذه normal. أوكي، الدي إن إيه إحنا عندنا فيه أحماء قواعد نيتروجينية مترتبة بهذا الشكل. تمام، فلما يصير إحنا عندنا سكيلس الأنيميا بدل الأدينين والثايمين بيتبدلوا، فبدل ما يطلع لي أمين شو اسمه يطلع لي بروتين اسمه شو اسمه جلوتاثيونز حيطلع لي فيلين، وهذا هو باختصار سكيلس الانيميا. طب ايش مشكلة سكيلس الانيميا؟ سكيلس الانيميا مشكلتها انه كل ما يتعرض لهذه الاتاك بيرجع، يعني بيصير سكيل بيصير شكلها كده
وبترجع تصير كذا تصير كذا ولين ما تصير كذا. طب هي لما بتكون كذا راح تروح تلصق وبتعلق في البلد فيزل القليله الصغيره يا ربي. فلما تكون حيتعرض الاعضاء لا حنحس بالاعضاء اللي فيها بلد فيزل صغير حنحس بالام زي عندهم حاجه اسمها ديكتلايتس هذه انه حنلاقي كذا في الاطراف دائما احنا حاسين بالم. تمام بالنسبه للصوره اللي قبلها سوري ايوه ايوه. فالاسبرين احنا ربنا اصلا خلقه انه يكون البلد فيزل تبعه اللي بيغذيه ترشوس يعني كذا مقطع شويه علشان يبطئ حركه الار بي سي عشان الاسبرين ينقي كرات الدم اللي تدخله. فهنا الدم الاسبرين حاجه تشوف انه كلهم خربانين فالاسبرين كذا حينهار ونتيجه انه ما في حاجه تغذيه كلهم كذا يكون سيكليك سيكليك فحيصير أوتوسبرينوكتومي. الاسبرين نتيجة الإسكيميا زي كده راح يقتل نفسه أوتو من نفسه سبرينوكتومي راح ينقطع من نفسه. وبس أكتر حاجة حيكون من شهر فيها إنه هو حيكون عنده ديكتلايتس. هذه يعني مرة كيف عندي أنت لو جاك المريض تقول أنا عندي ألم في الأطراف هذا أول حاجة تشوف فيها. تمام الحمد لله إحنا كده خلصنا محاضرتنا. أي أحد عنده أسئلة يسألني. بس في بداية بدي أراجع إيش أخذنا. أخذنا البلد، أخذنا تعريف الهيموغلوبين، الهيماتوكريت، MCV النورمال رينج حقتها، MCH مو قلنا مرة مهم، والRDW. وبعد كده درسنا النورموسيتك نوعين سيركل سيانيما G6PD، المايكروسيتك بأنواعها والمايكروسيتك. شكرا لكم. وهذا حسابي في تويتر، وأي أحد عنده أي سؤال دحين يتفضل. السلام عليكم. معليش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا تفضلي مين معايا؟ بس هنا بارت الثلاسيميا. أيوة. طفي شحن جوالي فما أطلب أنك ترجع له تكامل بس. لا لا عادي تفضلي. بس اللاب فايندينج لأنه أبغى أشوف السل اللي تكون موجودة يعني في حالة الثلاسيميا. تمام حاضر. إيش اسمك لو سمحتي؟ هنا. هنا تمام. انا حجاوب على سؤال هنا دحين وحشرحها ان شاء الله الثلاسيميا. في احد عنده سؤال ثاني؟ في احد عنده سؤال ثاني غير هنا؟ طيب اتمنى بس تعطوني رايكم في ايوه حسابي هو انا كتبته وحكتب لكم اياه برضه في الشات. أو أعطوني لو سمحتوا رأيكم عشان إن شاء الله بكرة يعني أتفادى الأخطاء والأشياء في محاضرة بكرة. لا تنسوا بكرة محاضرتنا إن شاء الله حتكون عن الهيميوستيزيس عن شو اسمه عن الهيميوستيزيس في نفس الموعد الساعة 8. طيب يلا نرجع للسؤال. هنا الثلاسيميا طيب الثلاسيميا هو المشكلة ما بتكون في ما بتكون المشكلة في الألفا سوري ما بتكون المشكلة أيوة في الألفا بتكون ما بتكون مشكلة في الهيم بتكون مشكلة في الجلوبين يعني. تمام معليش علق على نفس البارت دكتورة إيمان معي؟
كذا الصوت واضح وهناء موجودة؟ ايوه موجودة والصوت واضح. اهلا. لما تبدأ تشوف الشاشة بالولي. واضح الشاشة. تمام حلو. نعيد الثلاثيميا. الثلاثيميا جدا بسيطة. أول حاجة نتعرف على النورمال تايب اللي هم الهيموجلوبين في جسم الإنسان. هيموجلوبين A، هيموجلوبين A2، هيموجلوبين A. كلهم موجودين عندنا ولكن بنسب متفاوتة على حسب العمر. يعني إحنا في البداية وإحنا كبار بيكون عندنا 95% هيموجلوبين A و 3% هيموجلوبين A2، وإحنا كبار برضو هيكون عندنا بس من الفيتر 2%. تمام؟ طيب إحنا قلنا الثلاسيميا هي عبارة عن نقص في الجلوبيولين. الجلوبيولين إما ألفا أو بيتا. تمام؟ الألفا المشكلة اللي بتكون فيها مشكلة ديليشن، يعني ألفا كلها مو موجودة ما عندها، يعني بالنص كده، لا ديليشن يعني خلاص أنا أحلف الجين تماما. بينما البي لا بتكون فيها بس في طفرة بسيطة. تمام؟ طيب نبدأ في الألفا ثلاثيمية. قلنا إنه هي عبارة عن ديليشن، عندنا أربع جينات مسؤولة عن هذا الشيء وكلها موجودين على كروموسوم 16، اثنين من ماما واثنين من بابا. إذا كان الاثنين من ماما كويسين والاثنين من بابا كويسين حنكون نورمال، إذا واحد ما في مشكلة حتكون أسيمتوماتيك. بينما لو كانوا اثنين جينات، يعني واحد من الأم واحد من الأب، حترتب على ذلك إنه إيش حيكون عندنا مايلد أنيما. لازم نعرف إنه إذا كان عندنا تو جين حيكون عندنا مايلد أنيما. ولكن إيش اللي أرحم من شيء أرحم من شيء، إنه إذا كان واحد من الأم واحد من الأب الترانس يعتبر أحسن من السيس. السيس أسوأ، السيس worse than trans. يعني أم ولا شيء أخذ منها أو بابا ما أخذ منه شيء، هنا مشكلة. لازم واحد من هنا واحد من هنا، هذا يعتبر أرحم. تمام؟ إذا كانوا ثلاثة جينات اللي هي المدمرة فهذا حيكون سفير أنيمة. إذا كانوا أربعة أصلا هذا الولد ما حينوالد وحيكون اسمه هايدروبس فيتاليس، البيبي رح يموت في بطن الأم نتيجة الأربع جينات كلها مو موجودة. هذا بالنسبة لألف ثلاثينية. أربع جينات، اثنين من ماما اثنين من بابا، واحدة ما في مشكلة، اثنين وايلد، ثلاثة لا سبير، أربعة أصلا مية. البيت ثلاثين في حاجات، يعني إما نورمال، يعني بيتا كده نورمال تكون في رموز. أوكي سوري، البيت عبارة عن تو جين على كروموسوم 11 أو واحدة من الأب. في رموز للبيتا. بيتا إذا كانت مكتوبة ما عليها شيء فهذه حفزيرة، فأعرف هنا ما هي موجودة. تمام؟ أما إذا كانت عليها موجب فعندي decrease في البرودكشن، ما هي جالسة تنتج بشكل. البيتا ترسيم تقسم إلى قسمين، ميجر وماينور. يلا اول شيء راح نشوفه الهيموجلوبين جوا اف يلو الهيموجلوبين. بعدها نشوف الام سي في ا 50 so كمان لو في احد يحتاج حاجه يا بنات شباب كده هننهي الميتنج ان شاء الله.
يعطيكم العافيه جميعا، شكرا والله مره لحضوركم، استمتعت معاكم، ولا تنسوا ان شاء الله بكره موعدنا. يعطيكم العافيه، الله يسعدكم يا دكاتره كلكم.